محطتنا الأولى لليوم رح نطرق فيها أبواب عالم الطفولة، نتعرف على طرائق التدريس الحديثة مع الأنسة علا الرفاعي المسؤولة عن دورات المفكر الصغير، والأنسة سمر شقير الإخصائية بمهارات التفكير. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير علا، صباح الخير سمر. بداية بنحكي عن دورات المونتيسوري بشكل عام قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن الدورة هيدي. تمام. هلا دورات المونتيسوري كثير هي بتفعل التعلم الحسي عن طريق الحواس، ما عنا أي شيء مجرد، ما عنا صور، كله أدوات بين إيديه رح يشتغل فيها عشان يتعلم. رح نحكي شوي عن ماريا مونتيسوري اللي هي أسست هذا المنهج. ماريا مونتيسوري هي طبيبة إيطالية، هي أول من اتبعت التعليم بطرقها مع الأطفال. من خلال هي ممارساتها مع الأطفال استنتجت أنه الأطفال ما سبب المشاكل تبعاتهم طبية وإنما تعليمية، لأنه ما كان في قصص علمية بالتعليم. فهي من خلال مشاركاتها مع الأطفال والتجربة والملاحظة اكتشفت أنه الطفل عن طريق الحواس هو رح يتعلم كتير أشياء رهيبة، ورح تعرفنا يعني عرفتنا عن منهج المونتيسوري. تماما. تمام. سيدة سمر، يعني اليوم في عنوان كتير ملفت للنظر هو المفكر الصغير، عم تقوموا ببعض الدورات فيما يتعلق بالأطفال، خبرينا أكثر عنها. نحن عم نشجع على شيء اسمه مهارات التفكير عند الطفل. فأنا في وسائل معينة نحن عم نتبعها ونشتغل عليها لنطور هي المهارة عند الطفل، بتأدي لتعزيز ثقته بنفسه، قوة التركيز، الانضباط، تحدي السرعة، الانضباط أثناء أي عمل عم يقوم فيه للطفل. فأنا كتير بيهمني قصة التركيز، تقوية الذاكرة عند الطفل. في ألعاب نحن معينة عم نشتغل عليها ليساعد على الانتباه، التركيز، الانضباط عند الأطفال. يمكن هي أهم نقطة، الانتباه والانضباط. يعني دائما الطفل بتلاقيه مشتت بشيء تاني، يعني ما بيكون تركيزه كتير كبير بالدراسة، وعبر هالمهارات اللي عم تخلي الطفل يكتسبها من هو صغير رح يساعده أكتر بتحصيله العلمي. أنت لما عم تعطيه المهارة عم يتفوق على المدربة. يعني نحن مثلا لما نعطيه مكعب الروبيك، لما عم نعطيه حلة، نحن بنبدأ بحلة عم تاخد معه مثلا دقيقة، دقيقة ونص، وصلوا الطلاب ل 25 ثانية بحلة. انت ما بتقدري تشوفي منظر الأطفال، إيدين الأطفال كيف عم تشتغل عليه وتحلها. حلو. يعني دائما علا في أساليب معينة بنلجأ لها خلي الطفل يقدر يكتسب المهارة بشكل سريع، ويكون حتى لو ما في سرعة بديهة في أسلوب معين بتخلي عنده سرعة البديهة. تفضل احكي لنا عنه. تمام. هلا نحن الشيء اللي حيسرع تركيز المفهوم عند الطفل هو انه يشتغل بايديه، انه يمسك الادوات بايديه، يتلمسها، يحس فيها. هي ادوات المونتيسوري عديده رح تنمي له مهاراته، ان كان حواس، ان كان تنميه قدرات العقل، الانضباط. في كثير كثير اشياء بتنميها ادوات المونتيسوري، حتكون هي جذابه ومثيره له، فهي ما رح تخليه مشتت الانتباه. فهو كل تركيزه حيكون على هي الاداه، لانه هي شيء جديد عليه، وعم يتلمس بايديه وعم يشتغل فيها وفق شو بدها تعلمه موجهه الاطفال تبعه. خلينا نتعرف شوي شو هن الأدوات يمكن اللي عم تدربوا فيها هالمهارات وبتخلوا الطفل يتلمس بإيده. شو أهم الأدوات والوسائل؟ عندنا مكعب روبيك، أكيد معظم الأطفال صارت شايفته وعم تشتغل عليه، والأهل حتى صار عنده روح هي القصة إنه أنا لا بدي ابني يتعلم. عندنا الماستر مورفيكس، هو هرمي كمان بنفس الطريقة، هي بيعتمد على الخوارزميات. يعني إحنا بنعطيه للطفل خوارزميات بيمشي عليها بيشتغل عليها، تلقائيا بتصير باللا شعور الطفل ما عاد بيحكي هي الخوارزميات لحتى يحل المكعب او الهرم، لا خلص صارت باللا شعور عنده مباشره بيحل سواء المورفكس ولا الروبيك. عندنا في هون برج التحدي بيقوم ببناء اطفال، نعطي اوقات لفريقين بيبنوا البرج، بعد طريقه بنائه بنعطي ارقام للاطفال يسحبونا الرقم الموجود بحيث انه هو يضل محافظ على البرج الموجود امام. يعني انا بدي ضل هو محافظ على التركيز، فهي بتساعده على التركيز، انضباط، ما يكون عنده تشتت ولا اي شيء، لا بده يصير عنده انضباط، هدوء للطفل. هي القصص كثير عم تساعده. في عندنا هون بالاس دي ماس حساب الذهني ارقام، نحن ارتبط الارقام بالوان. فالطفل
ما عاد صار انه يحفظ بس واحد اثنين، لا انا صار رمادي زهر برتقالي، فانا عم بعطيه الالوان، هو مجرد ما اعطيته انا الارقام هو بيعطيني رقم. عندنا الكؤوس السبيد ستاك للاطفال، في سرعه بطريقه الكؤوس هن 12 كأس، في اليه بيشتغل عليها الطفل خلال دقيقتين بتطبيقها بفرد الكأسات. نعم، يعني عم نشوف ايضا برنامج تاسيسي لليفل، هون في ليفل زيرو وليفل 1، يعني مراحل معينه، هذا شو بيفيد ولاي مرحله واصلين فيه؟ هلا تقريبا نحن التاسيسي وعن المستوى الاول، وان شاء الله ننتظر المستوى الثاني. هلا هذا التاسيسي بيعتمد على مهاره الاصابع، يلي بيميزه عن الحساب الذهني الاخر العداد الياباني، انه بيماشي المناهج الدراسيه، يعني ضرب عددين بعضهم. حلو. تمام. عن طريق الاصابع، طريقه الاصابع، وبيجري عمليات حسابيه مطوله، ممكن تكون 6-7 عمليات حسابيه خلال ثواني الطفل ممكن يحلها. اذا بنشوف هدول الصور يلي بالكتاب بالبرنامج تأسيسي، قديش يعني بالفعل هيك اساليب ووسائل بتكون عمل جذب للطفل؟ طبعا اكيد، يعني خصوصا لاطفالنا نحن لازم نرفع من هي السويه اللي عندهم، نشتغل عليهم. وبجد يعني الطفل السوري اثبت وين ما كان وين ما راح بتفوقه، دائما عم يكون باي مكان هو فيه، فعم يكون الطفل السوري هو الاول الحمد لله، يعني رغم الصعوبات كل اللي واجهناها نحن، فعم يبقى الضوء الاكبر للطفل السوري. تماما. وايضا يمكن في هالاساليب الجديده اللي عم يتم تطبيقها، يمكن عم تلقى ارتياح كمان من الاهل. تمام. يعني الاهل حتى عم بيكونوا فرحانين اكثر باولادهم، كيف عم يكون في عندهم سرعه بديهه. تمام. سرعه بالتنفيذ. تمام. طريقه تفكيرهم تغيرت. قديش عم تلبسوا هالشيء مع الاهل؟ لا، هو كان هذا الشيء النوادي الصيفيه بالنسبه للاهل كانت شيء ثانويه، هلا لا اساسيه صارت. تمام. يعني بالاولويات علا، يعني خلينا ايضا نحكي عن غير الاساليب، تفضلي شو في شغلات جديده فيكم تقدموها انتم للطفل ليظهر ابداعه وابتكاره، وفي حال وجدتي طفل مثلا عنده شوي بطء بانه يقدر يحرك هدول الشغلات اللي قلتوا عنهم، بيختلف عن رفقاته، كيف بتخلي يصل للمستوى اللي رفقاته واصلين له؟ تفضلي علا. تمام. هلا اهم شيء للطفل نحن ما قارنه بغيره. ونحن المونتيسوري بيعتمد على التعليم الفردي، يعني انا بوصل قلت يعني كل طفل وين قدراته بتوديه انا بروح معه، ما بينظلم بقدرات غيره. يعني نحن المونتيسوري تعليم فردي، ممكن نجمع بين 3 سنين ل6 سنين سوا. اما التعليم التقليدي هو عماله يكون صفوف كجي 1 كجي 2، يعني مخصصين. عندنا صار حريه للطفل بالتحرك، زدنا له تطور الانضباط، تطور الفكري العاطفي الاجتماعي من خلال هي البيئه اللي عم نهيئ له اياها. وطبعا نحن ردات فعل الاهل كثير عم تكون منيحه، لانه الاهل يعني عم يشوفوا اولادهم مبسوطين، تعليم فعال عم يكون. قديش بيتطلب كمان من المدرب يكون في طرق تفاعليه اكثر بينه وبين كتير. الطفل؟ ايه، لازم يكون عنده طوله بال، هداوه، يتحمل هذا الطفل شو ما طلع معه، نمشي معه لوين قدراته بتاخده. تماما. يعني حتى نحن ليش لحتى نحكم على الطفل انه مثلا ما يتعلم ضربه اسمه الا لا يوصل للصف الثاني؟ نحن لا، لو بعمر 5 سنين 6 سنين من خلال هاي الادوات بنعلمه مفاهيم كثيره، يعني هو اوسع من اي برنامج، يعني هو على نطاق واسع بيتعلم عن التاريخ، عن الجغرافيا، عن الفلك، عن العلوم كلياتها من خلال هاي الوسائل الحسيه، يعني عم يمسكها بايده. حتى ممكن هو انصحه ليعطيكي افكار، يعني حتى في الاوقات هو بيعطينا الافكار ممكن نشتغل عليها ونطورها بمهارات التفكير. لما انت تطوري مهارة التفكير لدى الطفل، فبالتالي هو عم يعطيك شيء إضافي إبداعي. تمام. في شيء حدا يمكن من الأطفال لفت لكم نظركم أكثر، في شيء يمكن أضاف لكم إياه شيء طفل؟ أكيد، ما في دورة بتمر معنا إلا كل طفل ممكن يضيف قصة، يعني حتى نحن ممكن خوارزميات نحن بنشتغل عليها، فهي القصة نحن ثابتة عنا. لا، في أطفال بيجيبوا لك شيء جديد، إنه لا أنا طلعت معي هي القصة بطريقة مختلفة، بتكون أسهل وبقدر أنا آخذها وبحدد إنه هذا طفل عطاني إياها وطلعت بالنسبة له أسهل. تمام. بالعكس، نحن بنشجع هي الأمور مشان أنا أطلق الإبداع عند الطفل. هلا ذكرتي حضرتك إنه في أطفال بتعطيها أنت خلينا نقول المبادئ
بعدين تحسيها تفوقت وابدعت. دائما بيجي اطفال اهاليهم بيبعتوهم عندهم مشكله معينه تمام كثير ذكايا وعم يقدروا يحسبوا كثير شكل صح، بس عندهم مشكله معينه بشغلات ثانيه، خلينا نقول بالسرعه، خلينا نقول بالانطواء لحالهم، كثير بيحبوا يكونوا لحالهم، ممكن يلعبوا لحالهم. فقديش المونتيسوري بهيدا الدورات ايضا بتلتفت لهدول القصص لتقدر تخلي الاطفال ضمن جماعة يقدروا، يعني كمان هي شغلة نفسية غير انه هي تطور أكيد. اجتماعي فضل. وعاطفي ونفسي. بيتعلم هو كيف يصير عنده قدرة لحل مشاكله، نبعد نحن عن العزلة. هلا نحن بالمونتيسوري صح بيعتمد على التعليم الفردي، ولكن عندنا ألعاب جماعية بتعزز روح التعاون، مساعدة بعضهم. أما نحن كثير عم نبتعد عن إنه يكون روح التنافس، ما في تنافس، كلياتنا بدنا نساعد بعض، كلياتنا بدنا ننجح. تمام. فهذا الشيء بنمي عند الطفل إنه هو يعاون غيره، يعني يتساعدوا. تماما، ما عاد صار في انانيه، صار يحب التعاون، انه انا تفوقت على رفيقتي. في تنافس بس على جماعه، اطر جماعيه. تماما. من اي عمر ممكن تبلش المهارات تكتسب؟ من 3 سنين فينا نبدا مع الاطفال بتعليم اي مهاره، وللاعمار الكبيره المونتيسوري لل 18 سنه حتى. وايضا يمكن هذا الموضوع يفضل يتم دراسته انه يدخل ضمن المدارس، يعني مو بس يعتمد طبعاً على النوادي الصيفيه. ليش هالموضوع ممكن تشتغلوا عليه؟ نحن يا ريت نفعل هذا الشيء ان شاء الله بالمدارس عن قريب، يعني هلا بلشوا شوي ان شاء الله بسوريا يعني ينتشر المونتيسوري. نفعل اي شيء بده يتعلمه الطفل عن طريق هي الادوات، مو صور مجرده تكون على السبوره. والقاء وتلقين واستماع. هو هلا بلش المناهج الدراسيه، يعني انه كله صار تعليم جماعي تعاوني مجموعات. فهذا الشيء يعني بدا بالمدارس. خلينا اذا ناخذ من اللي على الطاوله يعني نعرف كيف بتبلشوا مع الطفل، شو الخوارزميات اللي انت عم تحكي عنها؟ آليات. نحن اول شيء بنفهم الطفل انه انا عندي فوق اسفل، عندي يمين، عندي يسار، وعندي امام. فانا اخذ هدول الطفل، عندي يمين معكوس، عندي فوق معكوس، عندي اسفل، عندي اسفل معكوس، وعندي يسار بنفس الطريقه. فانا بتبع اول شيء عندنا 3 طبقات بالمكعب، كل طبقه لها خوارزميات. فنحن حنبدا بال الطبقة الأولى نحلها. أنا بدي شكل له إشارة الزائد للطفل لحتى يقدر يبلش فيها. خلينا هلا الأطفال ممكن يشوفوني يقولوا لا نحن أسرع من المدربة أكيد، بس إن ما لهم معنا على الهواء. أكيد عم يتابعونا الأهالي وعم يشوفوا. أكيد إيه تمام. فنحن هلا نحن شكلنا الإشارة الزائد. بنعمل نحن على الامتدادات للمكعب. هلا صار نحن عندنا الامتدادات جاهزه وعندنا الاشاره الزائد، عندنا الزوايا بنشتغل عليها والخوارزميات يمين اسفل. فهي اهالي اللي بتحب اطفالها تكون عندهم هي الملكه. حلو. التركيز، الانتباه، سرعه التحدي، السرعه بيبدا الطفل بدقيقتين وبثلاث دقائق بينتهي ب 25 ثانيه. في الاهالي انه يعني كثير نحن وصلنا لمرحله كثير رائعه بطفلنا. قديش هذا الشيء عم يعزز لهم ثقتهم بنفسهم؟ تمام. بدايه للطفل وايضا التحصيل العلمي. تمام. يعني هلا بينعكس على تحصيله العلمي. تمام. هلا على الدول المتقدمه صارت عندهم اياها المكعب الروبيك، انه قبل ما يبدوا اي حصه درسيه لازم يحلوا المكعب قبل ذهني تنشيط ذاكره، وصار عنده تركيز مع المدرس. فبيحل المكعب بعدين ببلشوا الحصص الدرسيه. تمام. لا وصار عنده تركيز وانتباهه مع المدرس هو، فبياخذوا هي الحصه انه يحل المكعب خلال ثواني وببلشوا حصصهم الدرسيه. ان شاء الله نحن بدنا نوصل لهي، نوصل لاكثر يا رب ان شاء الله. علا يعني ما بعرف يمكن الالوان اللي اخترتوها انتم بتشد الاطفال، احيانا ما بيحبوا يحسبوا على الورقه والقلم. تمام. فعن طريق الالعاب ممكن يقدروا يتعلموا بنفس الوقت يلعبوا. تمام. كيف عم بتلاقي التفاعل تبع الاطفال؟ كثير تفاعل كبير، ما بدهم يتركوا الاداه من ايدهم نهائيا، صار عندهم كثير حب لحتى جاي على النادي او للكورس او حتى يفعلوا هذا الشيء.
نحن حتى كمهارات تفكير ببرنامج المفكر الصغير هي طبعا للكورت العالمي لإدوارد دي بونو، بنعلم الأطفال مهارات تفكير لحتى يطلعوا بوعي تام من الطرق المألوفة بالتفكير، ننمي لهم طرق تفكيرهم نحو الإبداع، نحو التركيز، لحل المشكلات حتى. وهي من الأشياء الجديدة كمان يلي عم نعالج فيها أفكار أطفالنا بالشام وبسوريا. تعلم التفكير الناقد، التفكير الصحيح، أنا إذا وضعته بمشكلة يقدر يحل الطفل، حتى يمكن ممكن تتغير طريقة معاملته مع زملائه، مع تمام. رفقاته تماما، اختلاف جذري مع أخواته بالبيت ممكن. تماما، هذا الشيء بيخبروكن عنه الأهل؟ طبعا لما تواصل. تمام، هلا طبعا في تواصل عم يكون مع الاهل، لازم هذا الشيء لانه نحن نقدر نوصل لنفسيته ايش هو عنده. حلو. قد يكون عنده مشكله بالبيت، ممكن هو عن طريق المعلم او المدرب انه نحن نحل له اياها. طبعا مهارات التفكير كثير بتساعد بالحياه اليوميه الطفل يمارسها يصير احسن، يقدر يحل مشكلاته ببساطة دون ما أنه يلجأ للعصبية، لردات هي الفعل القوية اللي كتير نحن بنواجهها مع الأطفال. وهي عم تكون دائما العلاجات للأطفال هي علاجية. بالنوادي الصيفية عم تكون علاجات لهم عن طريق المهارات، سواء مهارات التفكير أو المونتسوري بشكل عام، عم تكون أقرب للطفل إني أنا حل له إياها، شوف وين مشكلته. نعم. ممكن تكون مثلا بين أقرانه برفقاته بين المدرسة، سواء أخواته بالبيت، إنه هو بده يطلع بشيء جديد، إنه أنا عندي شيء جديد بدي أقدم لكم إياه. حلو. يعني بختام حديثنا معكم رح نتوجه لكل حدا بكلمة منك علا، بداية لكل اللي عم يتابعنا من الأهالي، بعدين رح ناخذ منك كلمة أنسي سمار، تفضلي. أنا بنوه لأهمية يحطوا أولادهم بالمكان الصح، يكون فيها تعليم فعال، حتى نحن بالبيت تشتغل الأم مع أولادها، ما نتركهم نهائيا، نحطهم بأماكن صح فيها تعليم فعال بعيدا عن طرق التعليم التقليدية. هلأ عنا كتير أشياء حديثة مثل ما تحدثت الأنسي سمار، إن كان السبيد كابس، الروبيك، مستر مورفيكس، إن كان مونتيسوري، مفكر، كل هاي الأشياء عم تنمي الإبداع عند الطفل تماما. فنحن لازم نحط أولادنا بالمكان الصح لأنه هي مسؤوليتنا بإذن الله إن شاء الله. أنا ما حضيف شيء كتير على الأنسة علا، بس اللي بدي ضيفه أنا أهم قصة عند الطفل إني أنا عزز له ثقته بنفسه. يعني هي أساس عند الطفل، فأنا متى ما عززت له ثقته بنفسه مباشرة بتبنى عنده الانتباه، التركيز. يعني هدول الثقة بالنفس هي بتساعد على التركيز، الانتباه، تقوية الإبداع، التحدي بالنسبة لزملائه. فرجيتونا أهم يمكن الوسائل والأساليب اللي عم بتم اتباعها بهالكورسات والدورات الصيفية. في أشياء جديدة عم تم استقطابها، يعني عم تتابعوا دائما الأساليب الجديدة يعني السبيد ستاك حديثة أول صيفية ما تعرفنا عليها. السبيد ستاك هي عبارة عن كؤوس فيها بده يمر فيها الطفل بكذا مرحلة، يعني احنا ما حنحكي عليها بالتفصيل مشان ما نحرق اللعبة تمام. هي 12 كأس بده الطفل، وحصريا بده تكون هي الكاسات لانه لها ميزات عدة لحتى يقدر الطفل يشتغل فيها، فتحوا يعني اغلاق بآلية معينة تمام. يعني انا مو بأي كاسات بقدر اشتغل فيها هي الطريقة. لها سرعة معينة ولها طرق كيفية تطبيق الكاسات وفرد الكاسات. يعني هي المغزى بطريقة تطبيق، طريقة صفون تمام، آلية معينة، آلية معينة إلها. يعني هيك صفينا هون صح نحن؟ اي صفينا صح. لنشكر رامي اللي صفون التطبيق. هلا يعني ممكن أنا ساعدك به، نحن عنا طريقة مثلا بتطبيق الكاسات بهيك طريقة. نحن منطبق لها للطفل. بس هي آلية حتكون تساعده إن شاء الله بهي الدورات حاليا نحن عم نشتغل عليها. أول مرة وقعون؟ كتير. وانا ما مو غلط انه نحن بدنا نشتغل، بده توقع معنا. يعني انا بدي اعطي الطفل انه نحن بده يصير معنا بعد مطبات يطبقوا فوق بعض. بس يعني نحن بنبلش بلش فيها ثلاثة، فانا ثلاثة تدريجيا ثلاثة برتفع طبعا. مع الطفل فآليا لحاله انت بلشتي معه بشيء بسيط، لما بتطلع بيطلع معك بسرعه، بينطلق الابداع عنده. يعني احنا دائما بنتمنى كل الاشياء الجديده والطرق العلميه والتدريسيه الحديثه أكيد. تدخل لبلدنا أكيد لحتى يتم بناء جيل واعي وايضا مفكر صغير يصير كبير. شكرا كثير لوجودكم معنا وكل التوفيق لكم. اكيد بدنا نشكركم علا سمر، ان شاء الله مثل ما قالت أريج دائما تكون مسيرة التعليم عالية بسوريا، وسوريا عندها أطفال وعندها شباب مبدعين. شكرا كثير لكم.